الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، والسلام على شهدائنا العظام، السلام على مجاهدينا الأشاوس الذين لا يبارحون الميادين. الشهيد مشروع تغيير، فليس هناك شهيد يمضي لمجرد الموت والوفاة، بل يذهب كل الشهداء من أجل التغيير. والتغيير هي مسؤولية أساسية، والتغيير هو لا يحدث لأن عندي أيديولوجي أو لأن عندي دين أو لأنني أنتمي لهذا الفكر أم ذاك، ولكن التغيير يحدث لأن عندي في داخلي قناعة بضرورة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنا قررت في داخلي أن أغير فسأغير حتى لو ما كنت متدين. والتدين هنا طبعا أنا في قناعتي أن الدين هو الإيمان بالإنسانية، يعني أن هذه الإنسانية مقدسة، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنبياءه ليعم العدل فيها ولينجي الإنسان من براثن الشيطان وبراثن الضلال والظلم والاضطهاد والاستبداد وكل الشرور التي قام بها الإنسان. فقد لا تكون متدينا لكنك حر، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. فالدين إنما يؤطر هذا التوجه لدى الإنسان، ولذلك الشهيد هو مشروع تغيير. مشروع تغيير يسبقه إعداد نفسي لهذا التغيير. أما الشخص اللي ما عنده روح التغيير فحتى لو كان مطوع، حتى لو كان قاعد في المسجد، حتى لو قرأ القرآن ما يأثر، وما أكثر الناس الذين يقرؤون القرآن والذين يصلون في المساجد لكنهم ليسوا على استعداد للتغيير. ونرى أيضا نرى هذا التكاسل حتى في أوساطنا الآن في البحرين. صحيح هناك حراك شعبي، لكن كم نسبة اللي يتحركون بالنسبة للذين لا يتحركون؟ المشكلة مو والذين لا يتحركون، مطاوعة متدينين يصلون صلاة أكثر أطول من صلاة الشهداء الثلاثة، بس ما عنده، يعني ما الله خلى عنده روح التغيير. واللي ما عنده روح التغيير يموت. التغيير، أنا درست هندسة وأنا أعرف شنو معنى rate of change، يعني دائما DVDT التغيير، معدل التغيير مسألة جوهرية في حياة في الحياة كلها، في الهندسة، في المصنع التكرير، وفي أيضا المصنع البشري في حياة الإنسان. إذا ما عندك معدل تغيير، يعني إذا ما في شيء يتغير مع الزمن، ما في تطور، ما في حياة، تموت. يعني أي وحدة صناعية ما فيها تغيير، معدل للتغيير ما يتواصل، ما تنتهي. يعني نفس الشيء، من تساوى يومه فهو مغبون. يعني إذا ما في تغيير بكرة عن اليوم واليوم عن أمس انتهيت أنت. يعني فبالتالي مو مهم أنك أنت تصير مطوع أو ما تصير، مو مهم هذا. تصير مطوع بمعنى أنا في نظري المتدين هو الذي يغير. أنا أعتقد اللي ما يسعى للتغيير مو متدين. أنا أقول الذي من لا يسعى للتغيير ليس متدينا، لأن الدين جاء ليغير. إنما بعثت ليتمم. أتمم، شوف حتى كلمة أتمم فيه تغيير. أتمم يعني فيه حرك، يعني فيها مشروع للتغيير. فأي واحد لا، أي إنسان لا يطمح في التغيير فلا يهم إن كان منتميا إلى هذه العقيدة أم تلك، وإلى هذه الأيديولوجية أو غيرها. وبالتالي الشهيد هو مشروع تغيير كما ذكرت، وشهداؤنا العظام العظماء كلهم كما ذكر قبل قليل أحد الإخوة، ما أتذكر حين من اللي قال، علي عبد الإمام قال كل واحد عنده قصة، كل واحد عنده اختير لي، كل واحد عنده مشروع، كل واحد عنده شخصية مختلفة. شخصية رضا الغسرة غير شخصية علي المؤمن، كل واحد يختلف، يعني كل واحد شخصية مختلفة، لكن كلهم يجمعهم
شيء واحد، ظاهرة واحدة أو عنصر واحد، وهو الرغبة في التغيير، أنه الحضور، الحضور في الميادين هو المؤشر للتغيير. يعني الحضور في الميدان، طبعا الحضور في الميدان مو يعني بس المظاهرة، الحضور في الميدان بالتفكير، بإلقاء المحاضرات، بالتوعية، يعني بكافة وسائل التحريك الشعبي والتحريك المجتمعي، كل هذه الوسائل هي في مجموعها تفسر معنى التغيير. أنا أقول أن علينا إذا كنا نعشق شهداءنا وأن نحب حسيننا ونحب علينا ونحب محمدنا ونحب أهل البيت عليهم السلام، إذا كنا من عشاق أهل البيت فلنسر على طريقهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والتغيير مشروع إلهي للبشر، والشهداء هم مصاديق للمشاريع التغييرية المتحركة التي لا تنتهي بحياة الإنسان، بل أن هذا الشهيد يضع حياته وقودا لمشروعه التغييري. فلذلك نقول أنه لا يموت الشهيد، لا يموت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا؟ لأن مشروعهم يتواصل بعد رحيلهم عن الدنيا، فهم لا ينتهون ولا يختفون ولا يتوارون عن الأنظار، ونحن نعيش. ها نحن، أنا أتحدث لكم وأنا في ذهني للمرة الأولى عندما رأيت صورة جميل علي وهي مقطعة بالإدريلات، موجود صورة جميل علي أمامي. هي قبل كم؟ قبل 37 سنة، سنة 80، زين، في شهر 5 سنة 80 استشهد أول شهيد من شهداء الحركة الإسلامية، أول شهيد هو جميل علي، وبعدين جاء كريم الحبشي، وبعدين محمد حسن مدن، وبعدين كريم الشيخ جمال العصفور، وبعدين رضي مهدي إبراهيم، هاي كلهم من الثمانينات، كلهم، وبعدين آخرهم إسماعيل علوي الله يرحمهم كلهم. وبعدين شفنا، نتكلم عن رضا الغسرة، أنا أتكلم لكم عن نضال الشابة، وعن عن مع الإدراز عبد القادر، مو عبد القادر الفتلاوي، رضا حميد قاسم، حميد قاسم يشبه في حركات وتخطيط وتفكيره، شاب صغير عمره 17 أو 18 سنة، لكن تفكيره يشبه تفكير رضا الغسرة. فعندنا مشاريع، عندنا أيضا من أولئك مال التسعينات أمثلة حية على 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 العطاء، على الصمود، على الرؤية والبصيرة. إحنا مشكلتنا البصيرة ما هي موجودة عندنا، ترى أكثرنا ما عندنا البصيرة. البصيرة هذه اللي هي تروح في نفس الإنسان اللي مو متعلم، واللي ما عنده دكتورة، واللي ما عنده ثقافة واجد، لكن عنده بصيرة، ينظر بعين الله، يرى ما وراء الأمور، عنده بصيرة تخليه يفكر. هذا يقول، يتكلم ويا يعني واحد يقول أنا ويا هذا عبد الحميد قاسم، قال وجاء الخبر أن هيكم قاعدين هاجمين على السنابس، اليوم هيك متوجهين كل قوات الشغب للسنابس، والحين كان ما يستبيحونها. فيقول بسرعة يا جماعة، يتصل بكم واحد، خلونا نروح نسوي شيء في الإدراس، حتى نجيهم من صوب نعمل شيء بعيد حوالي 5 أميال حتى يجون ويخففون الضغط على السنابس. تفكير كبير، يعني مال واحد قائد، مو مال واحد يبغى يطلع بس يصرخ ويرجع بيته. ففي ناس الله يعطيهم البصيرة وهم صغار. أقول أن شبابنا وثوارنا وشهداءنا كل منهم هو مشروع للتغيير. هل نحن مشاريع للتغيير؟ كل واحد لازم يسأل نفسه. إذا شفت روحك مشغول بنفسك، ومشغول بدراستك، ومشغول بأهلك، ومشغول ببيتك، ومشغول، أنت مو مشروع تغيير، أنت مشروع زين. الله أكيد بيحصل ثواب، بتحصل ثواب من عند الله، لأن كل واحد الله يعطيه على قدر اللي يعني يفكر فيه ويخطط إليه. لكن لسنا مشاريع التغيير، يعني إحنا مو على خطى الحسين، إحنا مو على خطى الشهداء، إحنا على خطى أي واحد في أمريكا اللاتينية. حتى اللي في أمريكا اللاتينية مشغول اللي ما له علاقة بالتغيير ولا يفكر في شيء، أيضا مشغول بأهله ومشغول بدراسته ومشغول بس إحنا الفرق بيننا وبينهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. احنا الفرق بيننا وبينهم ان كل واحد منا يريد يصير محمد بن عبد الله، يريد يصير علي بن ابي طالب. هذا هو مثل لقد كان في قصصهم
عبرة لأولي الألباب. عبرة وش يعني؟ عبرة نصير مثلهم، واجعلنا للمتقين إماما. فنبغى نمشي نصير على خطى أولئك، لابد أن نصير مثلهم، يعني لابد أن نكون حركيين ومغيرين ومنتجين ومعطائين ومخدامين ومتصدين للظلم. أهم تصدي هو للظلم، أهم شيء، أهم شيء هو التصدي للظلم. أن تقبل بالظلم هذا شيء يعني غير مقبول منك كإنسان مسلم وكإنسان، مو الظلم بس على المسلمين، حتى إذا شفت ظلم واقع على غير المسلمين عليك أن ترفعه. حتى أنا أتذكر كنا نحضر مظاهرات مع جنوب أفريقي في الثمانينات، أيام الأبرتايد، أيام النظام العنصري. رحنا زرناهم في جنوب أفريقيا وشفنا في مقابلات سويناها وياهم ونشرناها في العالم، موجودة للآن، ما زالت بعض أفكارهم هي أثرت علينا في هذه الفترة، لأن أفكارهم تقدمية وثورية وحاضرة. فبالتالي أقول حتى غير المسلم أنت مطلوب منك أن ترفع الظلم عنه، مو فقط عن أبناء وطنك، فضلا عن بقية المؤمنين والمسلمين. إذا صارت قضية العراق، شعب البحرين دافع عنها ووقف أول. وكل مرة أنا أقول يا جماعة تدرون إن إحنا اليوم، يعني هل تعرف، هل يعرف العالم، هل يعرف العراقيون أن ثورتنا هذه، أن نضال، أن رضا الغسرة هو استشهد بسبب قضية العراق ولا لا؟ ما حد يدري هالقضية، ما حد يدري هالحقيقة. أول قضية انطلقت فيها الثورة في البحرين من أجل العراق، مو من أجل البحرين. أو استشهد جميل العلي لأن طلع في المظاهرة اللي طلعت في البحرين بسبب استشهاد الشهيد محمد باقر الصدر. أول مرة تطلع مظاهرة علنية بقوة وتقمع في البحرين، أنا أتكلم عن الحركة الإسلامية، ما أتكلم من قبل 79، أنا أتكلم ما بعد 79. أول مظاهرة طلعت، أول مظاهرات حقيقية فعلية وصارت فيها مواجهات، هي التي خرجت بعد استشهاد الشهيد الصدر في بداية في العشرة الأيام الأولى من شهر 4 من 1980. ومنها على ضوها بدأت أول اعتقالات، أول تعذيب، أول سجون، أول كذا، ومنها استمرت لليوم. فهذا رضا الغسر الآن يعني إله بعد في القضية من أساس يعني. فأحنا في الأخير في البحرين عندما انطلقنا بدافع الدفاع والتضامن مع إخوتنا في العراق بعد استشهاد الشهيد الصدر. فأحنا لين هذا البعد طبعا بالإضافة ما ننسى ثورة إيران ودور. فأقول أن إحنا المؤمنون بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين. فأقول أن شهداءنا العظام تركوا لنا هذا التراث العظيم الخالد، ونحن إن أردنا أن نسير على خطاهم فليكن كل منا مشروع تغيير، أن نكون مهتمين بقضية شعوبنا جميعا. أنا ما أقول بس البحرين والعراق تهمنا، وقضية إخوتنا في لبنان وأيضا في الجزيرة العربية وفي كل الشعوب العربية والمسلمة وحتى غير المسلمة تهمنا. الشر الخير أو يعني الشر يعم، إذا شفت الخير يخص يقولون والشر عم يعني. فإذا شفت الشر في عند جيرانك، إذا شفته في جارك احسبه في حضارك. فنريد أن نقضي على هذا الشر، وهذه مسؤوليتنا كمؤمنين، كأناس لديهم قرآن كريم، كأناس كشعب كمؤمنين يسيرون على خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله من يقرأ الفاتحة.